ستة قطارات لنقل الركاب تخضع حالياً لاختبارات أولية للتأكد من جاهزيتها قبل الإعلان عن التشغيل التجاري لخط القطار الذي يربط بين العاصمة السعودية ومدينة القريات شمال البلاد. وتصل الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد إلى قرابة 400 راكب، ويمتد خط القطار لقرابة 1200 كيلومتر يتوقف خلالها في 4 محطات في مدن المجمع والقصيم وحائل والجوف. ترسية عقود توريد قطارات الركاب في عام 2012، وبالفعل تم توريد أول قطار ركاب، والآن في مرحلة الاختبارات في المملكة، والتي سيمر خلال فترة الصيف للتأكد من جاهزيته وسلامته. شركة سار أكدت في وقت سابق أنها تنهي حاليا كامل أجزاء البنية التحتية للخط الحديدي وكذلك محطات الركاب، مع تدريب وتأهيل كادر سعودي لصيانة وتشغيل هذا المشروع. عربات مختلفة بدرجات مختلفة، قطارات نهارية وقطارات ليلية، قطارات حديثة تواكب تطلعات المسافرين وتلبي رغباتهم. وتسعى الشركة لربط مناطق المملكة وأطرافها عبر شبكة خطوط حديدية تمتد لمسافات تصل لنحو 2750 كيلومتر، أي أن امتداد شبكة القطارات هذه يساوي المسافة بين أثينا في شرق أوروبا ولندن في غربها. هاني الصفيان، العربية، الرياض.